وهذا صراحة البنات الشعر طوال ليا بزاف بزاف بزاف. هاد الايام كنت كنفكر نصاوبو ولكن ما بغيتش نصاوبو لانه كنت باغا نجرب معكم منتجات سكالا. انا كنت طلبتهم ليا هادي شحال نتوما كطلبوا ليا نجرب منتجات سكالا وداكشي علاش البنات قررت ما نصاوبش شعري. المريمه مدوره وهذا ما بغاش يتشد ليا مزيان صراحه. بعض المرات ما عرفتش فين كنصور. anyway شو داكشي بغيت نقول لكم البنات الشعر طوال ليا تبارك الله بزاف بزاف بزاف. كيرلي كيجي زوين ولكن ملي غادي نجي نصاوبو ما عرفتش ان هاد الطول هذا كيجيني شويه تو ماتش. اليوم البنات انا مصاوبه شعري بمنتجات سكالا اللي هما هادو اللي عندي انا هنايا. اختاريت البنات هادو مشيت باش نشريهم والصراحه خديت غير الماسك وخديت الليفين كونديشنر. ما قدرتش ناخد الشامبو لانه فيه السلفات كيصلحوا للشعر اللي هو كيكون كينكي. قلت غيكونوا اللي كيرطبوا احسن حاجه. عطوني كيرل هكا زوين بحال اللي كتشوفوا. شوفوا الكيرلز ديفايند زوينين واحترم ليا الطول ديال الشعر اللي هي حاجه اللي انا كتعجبني بزاف. هاد المنتجات البرازيليه كاينين شي بلايص البنات الشعر كيبان بحال ما مرطبش وفيه الفريز بزاف بحال اللي كتشوفوا. هاد الفريز اللي كيكون هنايا حتى هو خلى ليا بزاف يعني ما رطبش ليا الشعر مزيان. هاد البنات كانت اول مره نجربهم بجوج مع بعضياتهم. بغيت نجرب جربت هذا بوحدو ولكن ما كيما عطانيش شي نتيجه زوينه. داكشي علاش اليوم قررت نجربهم بجوج وباقي ليا نجرب هذا بوحدو. عاد ديك الساعه ما ندير لكم الريفيو كامل ملي نكون عارفه كيفاش كيخدموا مزيان لانه لحد الان واقيلا شويه هادو فيهم شي تريك ولا ما عرفت لانه ما لقيتش بالضبط كيفاش يكونوا مرطبين ليا الشعر مزيان وفي نفس الوقت عاطيني فوليوم ومحترمين الطول. سو منين نكون عارفه راه غادي ندير لكم البنات الريفيو بحال ديما. وندوزو دابا البنات المشتريات ديال شاين. عندي هاد جوج بوكسس هنايا بحال اللي كتشوفوا كبار. شريت البنات واحد الحاجات المهم شريت للبيت باش ندير ديكوريشن لبيتي وحتى حاجات الكوزينه والحمام بيرو هادوك غير يعني قلال اغلبيه المد ديال البيت. شي حوايج كيحمقوا عندي هنايا جوج ديال البوكسات كبار بزاف اللي غنحط هذا هنا باش نقدر نحركهم ان هذا وهذا هذا باقي ما حليتوش وهذا البنات ديجا حليتو لانه كنت محتاجه من واحد جوج ديال الحاجات اللي جاوني كنت درتهم في الطلبيه وما قدرتش البنات نتسنى سو حليتو باش نجبدهم. انا غادي نوريكم شنو هما لانه ديجا مركباهم جوج ديال الحاجات ولا حاجه وحده باقا تشوفها كنظن جوج ديال الحاجات. حليت البوكس البنات باش نركب هذا الضو هذا اللي كيجي بحال هكا كديرو على الحيط. ما دابا غادي نشعلو باش تشوفوه. هذا البنات اسكي كيحمقني ما قدرتش نتسنى وحليته غير هو جاني شويه قصير لانه ما وصلش ليا تما حتى الارض حتى من تما ما وصلش ليا حتى الارض. البنات كيحمق 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 كيجي رائع في البيت. كاين هاد اللوج هو اورانج انا ما كيعجبنيش هاد اللون وفي هاد الجهه كيبان احمر يبان لكم هنايا كيبان احمر وهنا شويه لتحت يعني شويه هاد الالوان ما مكاليبريش مزيان ما عرفتش. بعد كاين الخضار كنضرب خضر كيخرج زرق ها نتوما خضر كيخرج زرق كاين الاحمر. الاحمر حتى هو خدام مزيان كاين الاحمر ما كيعجبنيش. الاحمر والزرق البنات خدامين مزيان. سو هذا غنبقى نخليه بيد ما لانه صافي عييت صراحه نبقى نبدل ونحيد ونركب عرفتي باش نركب هادشي كله راه بزز باش ركبته. غادي نخلي هذا بيد ما يبان ليا شي حدا اخر غادي ناخده بيرو عجبني بزاف كيعطي البنات واحد الاليغانس للبيت واحد الشكل مختلف كيحمقني انايا. اغلبيه كنكون مشعله غير هاد الضو هذا كاع ما كنشعل الضو ديال البيت. غنوريكم البنات البوكس الثانيه شنو فيها وانا نلاحظ انه التسجيله الاولى ما كانتش فوكوسيه مزيان في البارت الاولى سو ما بانش داكشي مزيان. غنعاود لكم داكشي اللي وريتكم في البدايه ديال البوكس الاولى لانه ما جاش مزيان ونخليكم مع الكمال. كنت وريتكم انه اول حاجه خديتها هي هاد الكاشه وهي ماشي كاشه ديال الناس كتجي غير في النص ولا في الاخر ديال الكاميرا باش كتكون هكا ديكور زوين. تصاور ما كانش كتبان زوينه بزاف ولكن كتحمق. بصنيه صغيره ديال البلاستيك في الكحل في الماربل الكحل وعندها هنايا في الجناب الذهبي. خديتها مع هاد القرعه البنات اللي كنت باغاها للحمام باش نحط فيها شامبو كونديشنر وجيل كيجيو بحال هكا حتى هما زوينه البنات كيحمقوا ولكن ملي وصلوني لقيت بس ان اللون الكحل ما غاديش يجي مع الحمام ديالي لان اللون الحمام البنات باجي وما جاش مع الكحل جا شويه
غامق عليه بزاف. شتو خديت واحد اخر في البيض، انا دابا غادي نوري لكم هو اللي حطه انا دابا في الحمام. خديت البنات واحد اخر من هذا، هذا بحال داك الكبير اللي حاطه فيه الشامبو والكونديشنر، ولكن هذا البنات الصغير بغيتو هنايا نحطو في البيت باش نحط عليه هكا البرودويات. خديت هذا اللي كتحطو فيه المجوهرات ديالكم، هذا كنت شفت عند واحد البنت عجبني بزاف بزاف، كيجيو هكا هما دريجات داخلين في هذا هاد البلاستيك. وخديت حتى هاد الليدلايت اللي بغا نحطهم فوق المرايه المدوره اللي عندي هنايا، حتى هو البنات كيجي زوين. خاصني غير نشوف كيفاش غندير باش نركبو، لانه بان لي ما غاديش يكون ساهل. هذا اللي تحطو فيهم البراشات ديال الميك اب، خديت هاد البراشات. وخديت البنات هاد البيرلز، هادو خديتهم باش غادي نكبهم هنا، وغادي نحط فيهم البنات هاد البراشات اللي شريت اللي هما من شيغلا، جبنات ريلي كيوت زوين بزاف، نحطو تما بالما. ما دخلت هاد البوكس صراحة ما عقلتش شنو فيها، انا بس كنشري حاجات و كنسى شنو شريت، كنعقل على شي حوايج، حاجات اللي كنكون محتاجاهم ولا نفسي فيهم بزاف، هما اللي كنعقل عليهم، داكشي لاخر كاع ما كنعقل عليهم. هادي شتا البنات بزاف عند البنات خصوصا في تيك توك وعجبتني بزاف، تحطو فيها ديال البنات التيشو، كنت غادي نطيحهم. نسى البنات هذا كيحمق باش نحط فيها هكا داك ديكور، صراحه شينا البنات كندوخ فيها، ما كنعرفش شنو ناخذ، كنبغي ناخذ كلشي، وكتلقاو كذا حاجه في كذا بلاصه مضوبله وما كتعرفوش شنو تاخذها. باش ناخذ حاجه وحده راه والله كنبقى شي ساعتين باش نختارها. هذا البنات السد ديال ثلاثه ديال القريعات هادو باش كنحط فيهم، محتاجاهم ما عنديش، باش نحط فيهم هكا لقطان ونحطهم تما حدا المرايا. شوفوا البنات سو بيسك كيوت، بيسك زوينين بزاف، عجبوني ومحتاجاهم ما عنديش. حتى هذا البنات اللي هو باش نحط فيه هكا البرودويات اللي كنستعمل كل نهار ويكونوا هكا قدامي. هذا البنات ستيكرز ديال المارفل باش كتحطوهم على الحيط، تقدروا تبدلوا الديكوريشن ديال الحمام البنات بلا ما تشريو مارفل اللي هو غالي ولا تهرسوا الحيوطه. شوفوا البنات كي داير كيحمق، كيبان حقيقي حقيقي والله الا كيبان وكيبان حقيقي بحال تقولوا زليج ديال بصح. ان شاء الله من ندير البنات رينوفيشن بغيت نوريكم كيفاش جا كيحمقوا البنات. ندوزو دابا البنات البوكس الثانيه باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. خديت البنات هذا الشاي عجبني بزاف، هو خفيف شويه ولكن عجبني لانه انا الاغلبيه الالوان اللي كنلبس هي كحل ولا الوان فاتحه باجي ابيض، ملي غنكون غنلبس البنات كحل غنخليها على هاد الجهه. شوف كي دايره زوينه كتحمق، ومني غنكون نلبس البنات شي لون بياض ولا باجي بحال هكا ما غنحط على هاد الجهه، كتجي البنات زوينه بزاف بحال هكا تقريبا. شوف البنات صراحه اليغانت بزاف ورطيط، والبنات رطيط كتبان كواليتي، ولكن هذه ما عرفتش واش هي غسلناها غادي تخسر ولا لا، صراحه باينه ليا بحال لا يا تغسلات غادي تخسر. خديت البنات هادو لانه كنت خديت واحد الديكور هكا باغا نحطو هنايا. هذا البنات هو اللي انا شفت عجبني بزاف وبغيت ناخذ مع هادو باش البنات هكا كديكور كيجي كيحمق كيجي فن. نتوما البنات زوين بزاف، غنحطو هنايا ان شاء الله. دوك سميتهم صغار اللي كيجيو هكا باش نحطو فيهم البرفيومز، خديتو انا دابا غادي نركبو ونوريه لكم لانه باغا نحط فيه البرفيومز ديالي. خديت هاد القرعة للشعر، عندهم البنات شي عندهم منتجات ديال الشعر الكري وانا ما كنتش عارفه، حتى شريت هادشي كامل عاد دوك كيطلعوا لي دوك المنتجات. المهم الحمد لله بعدا تذكرت وخديت هذا. هذا البنات باش نحط فيه داك البنات الزيوت اللي كان عندي باش كنديروا الفروه ديال الراس، ونبقى نحطو البنات بحال هكا بلا ما نبقى نتعذب. هذا سهل بزاف، كنت كنقلب عليه وشي في شي رخيص بزاف. خديت عاوتاني البنات هاد الاي لاشز زوينين بزاف، انا ديجا كنت شريت اي لاشز من شين والصراحه احسن البنات من اي لاشز اللي كنشري بحال من بريمور ولا بلايز بحال هكا اللي هما اللي انا عاده كنشري منهم. عاوتاني خديت جوج من هادو، بغيت نحطهم هكا البنات تما ديكوريشن باش نحطهم باش نحط حتى هما عليهم برفيوم. وخديت هذا البنات كحل زوين بزاف كيحمق، شوفوا كيفاش داير، ولكن ما غاديش يجيني مع الديكوريشن ديال البيت انا البنات. صافي خديت هذا عاوتاني انه هذا كنظن يجيني حسن، ودابا غنجربهم ونشوف. هادو باش كتشدوا البنات الخاميه ملي تبغوا تجمعوا الخاميه كتجمعوهم بهادو، انا غادي نشوف واش غادي يشدوا ولا لا، غنصورهم لكم البنات. برا زوين الديكور ديالو الناس كيحمق سيمبل وزوين، وانا عندي الديكور ديال الصالون فيه الباج وفيه الذهبي غيجي زوين.
خديتها البنات هاد الزربيه هكا صغيره، كنت باغاها هنا البنات الثمن ديالها 3 المرات من شين. برا شوفوا البنات وحق الله كتستاهل، فنه فنه فنه. شوفوا كيفاش دايره ورطيطه البنات، كتحمق تجيني فنه. شوفوا على روينه عندي هنا البنات، الجبيد ساهل، اما دابا باش نحط كلشي في بلاصتو هي فين غنبقى. وش مي قد لك. Teacher in front of the class, he says if you're not a believer, I'll love you, I dance on you, better shape up and pay your dues. I'll love you, I dance on you. كيحمقوا زوينين انتم، خصوصا هذا وهذا اللي لابسه انا اليوم حتى هو البنات بيسك بيرفن. You just never solve 'em, 'cause you.